شلونكم يا أبطال؟ أتمنى تكونون بخير يا ربي. اليوم راح أكمل شرح المحاضرة الأولى مع التروما، الجزء الثاني. يلا بسم الله نبدي. دا يقول لي إنه التروماتيك برين إنجري، الإنجري اللي راح يصير بالبرين تشمل لي شغلتين، تشمل لي البرايمري إنجري راح يصير بلحظة الحادث، وهاي البرايمري إنجري اللي ما أقدر أعدل عليها طبيا. أنا أعرف إنه خلايا المخ ما تجدد نفسها ولا تعيد تجدد نفسها، فإذا صار إلها ضرر هذا ما راح يتعدل، ما أقدر إنه أسوي له مانجمنت وعلاج راح يتعدل وراح يروح الضرر اللي صار بالبرين. تمام، لحد الآن التروماتيك برين إنجري تشمل لي برايمري آن سيكندري. البرايمري إنجري الإصابة البرايمري اللي تصير بلحظة الحادث واللي ما أقدر أعدل عليها طبيا. الإصابة الثانية اللي هي سيكندري، الإصابة الثانية راح تصير ورا ساعات أو ورا أيام من الحادث، هاي أقدر أتجنبها من خلال الأدوية، مثلا أنطي أكسجين أتجنب يصير عندها هايبوكسيا، أنطي دم ولا آخره من هذا الكلام. لحد الآن التروماتيك برين إنجري تشمل لي شغلتين، تشمل لي البرايمري والسيكندري. البرايمري هي الإصابة راح تصير للبرين أثناء الحادث واللي ما أقدر أعدل عليها طبيا. ليش ما أقدر؟ أنا أعرف البرين والقلب خلايا ما تجدد لنفس، يعني تجدد نفسها، إذا صار بها ضرر راح يكون دمج نهائي، يعني دمج دائمي. تمام؟ أوكي. والسيكندري الإصابة راح تظهر ورا واحد الشخص انصاب برايمري إصابة بالبرين، راح تظهر ورا ساعات أو ورا أيام إصابة ثانية بالبرين. تمام؟ هاي السيكندري أقدر أعدل عليها. أوكي. Classification of the head injury، صارت injury بالرأس. تمام، شو راح أجي أصنفها؟ قد تكون minor, mild, moderate, severe. شو راح أجي أصنفها؟ على حسب الجي سي اس اللي هو شنو، class cow, coma skull. على حسب هذه راح أصنف الإصابة مع injury. إذا كانت minor لما يكون 15 no LOC. شنو LOC؟ level of the conscious. يعني شنو هنا؟ يكون level of the conscious يكون الجي سي اس هاي رقمها 15 وما يكون فاقد للوعي. تمام، اقول الاصابة ماينر. ايش وقت اقول مايلد؟ الاصابة مايلد لما يكون جي سي اس يكون بين ال 14 وال 15 and with the LOC. LOC هو level of the conscious، يعني شنو معناته؟ انه هذا الشخص فاقد للوعي. تمام اقول هاي مايلد. ايش وقت اقول مودريت؟ لما تكون بين ال 9 وال 13. وايش وقت اقول سيفيريتي؟ لما تكون بين ال 3 وال 8. زين هاي الارقام منين جبتها؟ جبتها من جيبيلا، جبتها من هذا الشخص. شلون اجيب هاي الارقام؟ اجي اشوف الاي، استجابة العين مالته. اذا كان هو يرمش من واحدة دا يرمش لي من دون ما اقول له روح ارمش، انطي رقم 4. تمام، اذا اقول له ارمش من اقول له يعني غمض عينك، الا هو فتح عينه وغمض عينه، انطي رقم 3. اذا شنو الا اني قرصته الا سببت له بين الا شنو فتح عينه. تمام، هاي انطي رقم 2. اذا اني قرصته وهاي ما سوى اي استجابة بعينه ما قدر يفتح العين، هذا انطي رقم 1. هاي الارقام مو اني اجمع هاي الارقام واجمع هاي الارقام اجمع هاي الارقام، راح تطلع لي بالنهاية رقم. إذا كان الرقم 15 أقول الإصابة من رأس ماينر، إذا كان الرقم 14 و15 زائدا وفاقد للوعي أقول الإصابة مايلد، إذا كانت هاي الرقم بين 9 و13 هذا الرقم اللي جمعته قبل شوية إيش أقول؟ أقول مودريت، أقول سيفيريتي. تمام قلبي، إنه هاي تشمل لي هاي مال آي، إذا كان يفتح عينه من تلقاء نفسه هو يلقى دا يرمش يفتح ويغمض العين. نجي هنا، إذا كان النطق مالته، إذا كان نطقه طبيعي تمام او يحكي جمل يعني طبيعيه بس يعني هي مو واضحه، طبيعيه بس مو بمكانها، مثلا اقول له انت شلون اصابيت؟ يقول لي انا هسه انا بالبيت، يحكي بس المهم الجمله يكون مفيده منطقيه. لكن شنو هنا يحكي كلام ابد ما مفهوم، كلام ابد ما مفهوم هنا. والنقطه الثانيه فقط يصدر لي اصوات، ما ينطق، مجرد اصوات. اوكي، وأنطي درجة واحد إذا ما يحكي أي شغله. أوكي، على حسب النطق مالته، إنه شو راح يقول؟ إذا أورندت يحكي كلام يعني كلام اعتيادي، ها أنت شو اسمك؟ يقول يعني فلان، أنت وين؟ يقول أنا بالمستشفى. تمام. الكونفيوز يعني شنو الكونفيوز؟ مثلا أقول له أنت وين؟ هو بالمستشفى، يقول لي أنا بارحة تغدي السمك. هو حكى لي جملة منطقية تمام، بس الجملة مو مكانها. تمام، إنه هنا عندي أنا هذا هنا وورد يحكي كلمات أبدا ما مفهومة. والنقطة أعطي نقطتين، إذا كان شنو فقط يصدر لي أصوات، إذا كان يحكي أي شغلة لا يصدر أي حتى صوت ما يصدر لي، أنطي رقم 1. تمام. يقول هنا عندي الموتور ريسبونس. الموتور ريسبونس إذا أقول له مثلا إنه هو أرفع إيدك ويرفع لي إيده، يعني لا، إذا هو كان يتحرك من دون ما أقول له أنطي رقم 6. أوكي، إذا إنه تحرك على حسب إنه قرسته سحب إيده. أوكي، إنه يتحرك نتيجة بين، هذا أنطي رقم 5. تمام، لا باعوا سوري. إذا كان هنا عندي أو باي كومينست، هاي حكيتها شرحتها،
انه هنا عندي البوتور ريسبونس، اذا كان هنا عندي اذا اقول له ارفع ايده راح يرفع ايده، نزل ايدك ينزل ايده، ما عنده اي مشكله. لوكاليزيشن اوف ذا بين، يحس مكان الالم، يقول لي انا ايدي تتالمني، رجلي تتالمني، تمام تمام. وذ دراو فروم بين، يعني اذا انا قرصته بايده راح يسحب الايده من مكان الالم، اوكي. اند فليكسيشن اوف ذا ريسبونس تو ذا بين، انه نتيجه البين راح تسوي ايده فليكسيشن. تذكرون هاي الحركات التشريحيه فليكسيشن اكستنشن، اذا كان دا يسوي فليكسيشن نتيجه البين اعطي رقم 3، اذا كان يسوي اكستنشن نتيجه البين اعطي رقم 2. المهم هاي الارقام كلها اللي حصلتها من المريض، هاي كلها شو نسميها؟ هاي اسميها جي سي اس. جي سي اس هاي الرقم قلت لكم من خلال هذا الرقم اللي راح استنتج اجمع هاي 4 ويا 5 على حسب الحاله المريض الموجوده عندي، راح انطي رقم معين. هذا الرقم راح يحدد لي شده الاصابه، قد تكون ماينر مايلد مودريت. احدد الاصابه، اوكي. ايش دا يقول هنا؟ لحد الان اذا كانت الاصابه مال المريض مالتي تكون ماينر اند مايلد، اذا كانت الاصابه ماينر اند مايلد. شو يقول هنا عندي؟ بعد الاصابه بالراس لازم استبعد انه العمود الفقري ما مصاب. يقول لي بعد ما استبعدت انه اذا واحد اجاني عنده اصابه بالهيد مالته بالراس مالته، لازم استبعد العمود الفقري ما مصاب، لان العمود الفقري اذا كان مصاب واني حركته اعرف العمود الفقري شو يحمي لي؟ يحمي لي السباينال كورد، يحمي لي الحبل الشوكي، اوكي، بي الاعصاب والهذي والاخره. اذا صار ضرر يمكن راح يعني يصير ضرر بالاعصاب، فبالتالي قد راح يؤدي الى شلل دائم لهذا المريض. لذلك يقول لي اذا كانت الاصابه ماينر او مايلد، اول ما اجي اشوفه لازم شنو؟ استبعد انه هو ما مصاب بالسيرفايكال سباين، ما مصاب بالعمود الفقري، استبعدت هذا الشيء وانتهى الموضوع، تمام تمام. شو يقول لي بالماينر بالمايلد؟ اكو شيء نسميها لوست انترفال. شنو لوست انترفال؟ انترفال معناته بين فترتين، يعني شنو هاي الفترتين؟ يقول لي هاي فتره تكون مؤقته، راح يظهر الشخص تعافي تماما كانه ما مصاب، كانه ما طالع لي من حادث، يكون كلش ما ورا ساعات راح تدهور حالته، هاي نسميها لوست انترفال، تمام؟ هاي لوست انترفال موجوده، اوكي؟ انه هاي لوست انترفال، كلمه انترفال معناته بين فترتين، فتره راح يجيني هذا الشخص معافي تماما، كانه ما بي شيء، كانه ما كان مصاب من حادث، طلعته من حادث، وراها ساعات راح تدهور حالته. ليش راح ترجع تدهور حالته؟ بسبب شنو؟ بسبب انتراكرانيال هيموريج، اكو نزيف بداخل الكرانيال، بداخل راسه. تمام تمام. لحد الان قلت لكم انه لوكويد هذا نسميه لوست انترفال. لوست انترفال هي بين فترتين، يعني يجيني انه هذا المريض اشوفه متعافي كانه ما جاي من حادث، اوكي، ورا ساعتين ثلاثه شو تدهورت حالته. ليش تدهورت حالته؟ بسبب شنو تدهورت حالته؟ بسبب اكو نزيف داخل الجمجمه، انتراكرانيال هيموريج. تمام تمام. يقول لي هنا انا عندي شنو؟ انا لازم اراعي التشايلد، الاطفال والاشخاص الاضعفاء، الفئه الضعيفه اللي ما يقدرون يدافعون عن نفسهم. هاي الاطفال اذا اجوني اصابه بالراس، وهاي الاصابه مو اكسيدنت، مو حادث، يمكن انه هاي الاصابه متعمده، انه واحد كتلهم على راسهم، فلازم اخليها بنظر الاعتبار. لما يجيني تشايلد انه طفل او فئه ضعيفه ما تقدر تدافع عن نفسها، اجتني باصابه بالراس وهاي الاصابه نو اكسيدنت، مو على طريق حادث، كانه يعني واحد كتلهم. تمام تمام. شنو هاي الاشخاص؟ انه يقول لي هنا انا عندي للارتجاج، شلون اعرف الشخص عنده ارتجاج؟ شنو هاي الاعراض اللي راح يجيني بها الشخص اللي عنده ارتجاج؟ راح يجيني امنيجيا، فقدان ذاكره، كونفيوجن، اوكي، اند هيديك، هذا اند هيديك، صداع، اند راح يجيني نعاس مو اعتيادي، نعاس جديد عليه، تمام؟ هاي الخصائص العامه المن الى الارتجاج اللي يصير بالمخ، اوكي؟ شلون اصنف الشخص عنده ماينر اند مايلد هيد انجري؟ قلت لكم صنفته ماينر لما تكون جي سي اس 15 ما فاقد الوعي، او تكون بين ال 14 وال 15 زائد فاقد الوعي، هاي اقول له ماينر اند مايلد. تمام تمام. يقول لي لما شو وقت اصنف انه هذا الشخص اجاني انجري بالهيد؟ انا اعرف انه اصابه بالانجري بالهيد بالراس قد تكون ماينر، قد تكون مودريت، قد تكون سيفيريتي. شلون اصنفها ماينر؟ اوكي، شلون اصنف انه هاي الاصابه ماينر؟ عزم يتحر قاعده بالخطار حتى سويت فابي ثواني. شلون اصنفها ماينر؟ لما تكون جي سي اس تكون 15 with no focal defication، يعني شنو؟ عدم وجود عجز بؤري. لما يخلون هذا الضوء بالعين انه العين تستجاب للضوء، ما بيها عجز بؤري، تمام؟ اقول له انه هذا الشخص ماينر اند مايلد. بالاضافه لما اسوي له سي دي سكان للشخص، راح اجي اشوف سي دي سكان، اشوف بالاشعه مال سي دي سكان هاي، اشوف ماكو علامه تدل انه عند المريض نزيف او اصابه خطيره، اصنفها ماينر اند مايلد. اهم ما يعني يقول لي انه هذا البيشنت، انه هذا البيشنت ما يكون تحت تاثير الكحول او الدراج،
انه ما يحس انه تحت تاثير دول او كحول، ما راح يدري بروحه انه هو مصاب او لا. تمام، يقول هنا عندي انه هنا ايش يقول لي شلون راح اجي اصنف المريض انه ماينر اور مايلد. لما يكون جي سي اس تكون شقد، تكون 15، والبؤره هاي نو فوكال، ماكو اصابه بؤريه، يعني العين بؤبؤ العين لما اخلي الضوء بعينه راح يصير ريسبونس للهاي، راح يتغير السايز مالتها ولا اخره. لما اسوي سي تي سكان ما راح اجي اشوف بيه انه هذا الشخص عنده نزيف بداخل جمجمته. تمام، لما يكون المريض مو تحت تاثير كحول او دراك. تمام، بالاضافه شيء يقول لي وجود شخص مسؤول يرافق المريض، انه وجود شخص مسؤول يرافق للمريض ورا ما اخرجه بالمستشفى، حتى لو كانت عنده اصابه ماينر ومايلد لازم وياه شخص مسؤول يرافقه ورا ما يطلع من المستشفى، خاف يصير كومبليكيشن، خاف يصير مضاعفات ولا اخره. تمام، اوكي. يقول لي هنا عندي انطي للمريض المن، انطي للمريض نصائح شفهيه زائد مكتوبه. ليش انطي شفهيه؟ اخذناها بالباطن، يعني نعطي نصائح شفهيه ومكتوبه خاف ينساها. هاي خاف يصير عنده مضاعفات ورا هاي الاصابه. مثل شنو هاي المضاعفات اللي ممكن تصير للمريض؟ انه راح يستمر عنده الصداع، استمرار الصداع على الرغم ان هو دا ياخذ ادويه مسكنات انالجيسيا، دا ياخذ مسكنات، استمرار الصداع عنده. تمام، تقيؤ مستمر، اوكي. قد يشعر بالنعاس، اضطراب الرؤيه، او يصير عنده تنمل بالاظافر بالاصابع مالته، عند الضعف. لحد الان يا قلبي انتو لما واحد عنده ماينر اند مايلد اصابه، شلون اعتبره ماينر؟ قلت لكم الجي سي اس 15، انت سي دي سكان لما سويت سي دي سكان للبرين ما ظهر لي وجود نزيف بداخل البرين. البيشنت شنو؟ مو كن تحت تاثير الكحول او الدراك، لازم عنده شخص مسؤول ياخذ البيشنت ويكون يرافقه ورا الاصابه. قد تصير مضاعفات، اكتب له نصائح للمريض، اقول له انت يمكن راح تصير عندك مضاعفات فلان شغله، اكتب له نصائح شفويه واكتب لي اياها. شنو مثل المضاعفات اللي اتوقعها الشخص عنده اصابه ماينر اند هذه؟ شنو المضاعفات؟ قد شنو؟ استمرار الصداع على الرغم ده ياخذ انالجيسيك، ده ياخذ مسكنات، لكن الصداع مستمر. قد يصير عنده تقيؤ او نعاس او اضطراب بالرؤيه او ضعف بالاطراف، ان شنو؟ تتنمل مثل الخدر يصير بالاطراف. تمام. لحد الآن أنا خلصت الإصابة اللي هي تكون الماينر، وقلنا الجي سي اس يكون مالتها 15. نجي على الإصابات المودريت اند السيفيريتي تروما اللي يصير بالبرين انجري. لما تيجي إصابة مودريت اند سيفير تروما بالهذي، شو أسوي؟ أول شيء أسوي الأطلس اللي تشمل لي شنو؟ أجي أشوف المجرى التنفسي مالته، أشوف السيركوليشن مالته، هاي الأطلس اللي حكيناها مال أي بي سي دي، أجي أشوف أسوي الأطلس مالته، أسوي الإسعافات الأولية أو الإنعاش الأولي اللي يشمل لي الأطلس اللي هي شنو؟ أشوف التنفس أول شيء بالمرتبة الأولى، السيركوليشن، أم الأي بي سي دي. تمام. شي يقول هنا انه اتاكد انه الاير واي مالته مفتوح. تمام، انه السيرفايكال سباين سيطر عليها، انه هذا الشخص ما مصاب العمود الفقري مالته. تمام، اخذ هيستوري انه شلون صارت الاصابه، اثناء ما دا اسوي له انعاش اخذ الهيستوري من يمه او داير ما دايره، حتى اعرف شده الاصابه وشلون صارت الاصابه، حتى اتوقع اذا صار عندها كومبليكيشن او مضاعفات ثانيه. لحد الان يا قلبي اذا اجتني اصابه مودريت اور شنو؟ مودريت اور سيفيريتي تروما، اول ما اجي اسوي له الانعاش، اللي هي الانعاش اللي تضمنتها كلمه الاطلس، اللي هي شنو هي؟ الاطلس ايش كانت تشمل لي؟ تشمل لي الاي بي سي دي اللي هو الاير واي والسيركوليشن، تمام، والبريتينج ولا اخره اللي تشمل لي اياها. ورا ما اسوي له انعاش ولا اخره احاول اخذ منه هيستوري اثناء ما دا اسوي له انعاش، حتى اعرف شلون صار طريقه الاصابه، حتى اقدر اساعد المانجمنت مالته. الهيستوري منين اخذه؟ الهيستوري اما اخذه باي ستاندر، انه باي ستاندر معناته شنو؟ هذول باي ستاندر الاشخاص اللي كانوا حاضرين بمكان الحادث. تمام، اور اخذه من هذا المسعفين. هذا الهيستوري اخذه منين؟ من الاشخاص الموجودين بمكان الحادث، او اخذه من المسعفين اللي اجوا قبل ما ينقلون المستشفى اللي يسعفوه، اللي هم شنو عندهم؟ فايلر معلومات عن يمن عن الحاله الحيويه للمريض. مثل شنو المعلومات اللي عندهم هاي الاشخاص؟ عندهم بري انجري ستيت، حاله المريض قبل ما تصير للاصابه، مثلا يدعم بالسياره، حالته هذا المريض قبل ما يدعم بالهذه، عنده صارت عنده نوبات، صارت عنده تشنج سيجار مثل الصرع، يعني صارت عنده نوبات، او هو كان متعاطي بالكحول، او كان عنده الم ايش بالجسم قبل ما يصير الحادث. تمام. لحد الان اخذ هيستوري، منين اخذ الهيستوري؟ من الاشخاص اللي كانوا موجودين اثناء مكان الحادث، او من المسعفين اللي لهم معلومات فايلر انفورميشن حول المريض، عندهم معلومات الحيويه اللي تخص المريض. مثل شنو المعلومات؟ حاله المريض قبل الاصابه، اذا صارت عنده سيجار، او كان متعاطي الكحول قبل ما تصير الاصابه، او كان عنده شيست بين. تمام، اجي اعرف الميكانيزم اوف ذا انجري، شلون صارت الانجري؟ ليش اني لازم اعرف الميكانيزم اوف ذا انجري؟ قلت لكم اني بالجزء الاول الميكانيزم اوف ذا انجري راح تنبئ لي مدى الاصابه اللي صارت، القوه الاصابه، يعني تفرق لما اني
اجي اضربه ببوكس عن اجي اضربه بحديده، صح لو لا؟ الطريقه اللي صار بها الانجري، صار بها الحادث اللي صار بها الانجري للبرين، عن طريق شنو؟ عن طريق سياره سريعه صدمته وصدمه العقل مال دراسه، او عن طريق سقط من مكان مرتفع. تمام، اعرف الميكانيزم اوف ذا انجري، منين اعرفه؟ من الاشخاص المتوفرين بمكان الحادث او المسعفين اللي نقلوا للمريض، راح اعرف هاي المعلومات من يمهم. تمام تمام، اجي اشوف اعرف الحاله هم ايش راح يعطوني هذول الاشخاص اللي لهم معلومات فايتال انفورميشن حول المريض، راح يعطوني الحاله الواعيه هذا حاله الوعي مع المريض اذا كان هو واعي او فاقد الوعي، حاله الهيمودايناميك ستابيليتي. تمام تمام، زائد شنو ليث اوف ذا تايم تيكن فور هذا، يقول الوقت اللي استغرق حتى يخرجون المريض من موقع الحادث، يعني ايش قد تطلب، يعني ساعة لحد ما طلعوا المريض من مكان الحادث ودوه نقلوه للمستشفى. هذول كلهم منو يعرفهم؟ الاشخاص المتوفرين بمكان الحادث عند المسعفين، الوقت اللي استغرق حد ما اجت الاسعاف واخذت المريض ودته للمستشفى. ليش الوقت مهم؟ الوقت مهم اعرف انه هذا ايش قد استمر وقت، يعني هسه مثلا واحد ربع ساعة حديدة براسه تختلف عن واحد صار له ساعة حديدة براسه، هنا الدمج راح يزداد، الضرر راح يزداد. تمام تمام، اجيك الهيستوري مع المريض، اذا كان هذا المريض راح ياخذ، اجيك الهيستوري مع المريض ميديكيشن هيستوري، اذا كان هذا المريض اللي اصاب حادث بالسياره ياخذ ادويه انتي كوكليشن انتي بلاتلت ايجنت. ليش اجيك الهيستوري ميديكيشن؟ الهيستوري ميديكيشن اتحقق من التاريخ الطبي لهذا المريض الادويه اللي ياخذها، يعني اذا كان ياخذ ادويه مضاد التخثر وادويه هذا وما يدري راح يصير به حادث وفلان شغله، المهم هو كان ياخذ هاي ادويه انتي كوكليشن. ليش لازم اجيكه؟ لان هاي اثناء المانجمنت والعلاج علاج الشخص المصاب اتطلب انه شنو اقطع عنده هاي الادويه، اعرف اذا كان ياخذ هاي الادويه. اوكي، لحد الان انا اجيت قلت لكم انه شخص عنده مودريت اند سيفيريتي تروما، اخذ الهيستوري منين؟ اخذ الهيستوري من خالتي؟ لا مو من خالتي، اخذ الهيستوري من الاشخاص اللي كانوا متوافرين بمكان الحادث عند من المسعفين اللي لهم شنو؟ لهم معلومات عن الفايتال ساينس للمريض، مثل شنو الفايتال ساينس اللي عندهم للمريض؟ عندهم بري انجري ستيت، يعرفون حاله المريض قبل، يعني هذا صديقه كان وياه، يعرف انه صديقه كان يشرب كحول قبل من صدم بالحادث او اجت انه بصرع او صار عنده شست بين. تمام، يعرف الميكانيزم اوف ذا اكشن، يعني شلون انه هذا سقط من مكان عالي او صدمته سياره بكل قوتها كانت تمشي سريعه وسوت حادث. اوكي، وش قد استغرق الوقت حتى اجى سياره الاسعاف ونقذته، او انه هذا كان ياخذ ادويه. تمام، هذا الهيستوري. برايمري ايش راح اجي اسوي له؟ انه هنا عندي انه برايمري انه العاش الاول ايش راح اسوي له؟ اجي اوفر له اكسجين ان سيركوليشن، اتاكد من وجود اكسجين ودم للمريض، اذا ما موجود اكسجين اوفر له O2، اذا ما موجود دم انقل له دم. تمام تمام، اجي شنو؟ استبعد نقص الهايبوكلاسيميا لما واحد اجاني مودريت ان سيفير هيد انجري. تمام، اول شيء ايش راح اسوي؟ اصفن بوجهه؟ لا ما اصفن بوجهه، اول شغله ايش راح اسوي؟ اتاكد انه هذا المريض عنده اكسجين كافي ان سيركوليشن بالدم، عنده دم كافي واكسجين دافي، يعني الاكسجين اذا نقص راح يسوي لي هايبوكسيا، فبالتالي ما راح يوصل اكسجين للاعضاء، راح تموت الاعضاء. تمام تمام، خاصه اذا مات القلب او مات العقل بعد خلاص المريض راح من ايده. تمام تمام، اول شيء اسوي له اتاكد عنده اكسجين وعنده دم، ما عنده اكسجين اوفر له اكسجين جهاز الاكسجين، ما عنده دم انقل له دم. تمام تمام، اجي شنو؟ استبعد انه المريض ما عنده هايبوكلاسيميا، ما عنده نقص جلوكوز بالدم، ما عنده نقص سكر بالدم، يعني الهايبوكلاسيميا ايش راح تسبب لي؟ قبل انجري بالراس بالبرين. اتاكد شنو؟ اتاكد من حجم البي هذا البؤبؤ، الحجم البؤبؤ مالته. تمام، واستجابته الريسبونس مالته، تتذكرون شايفين هاي الافلام او شايفين بالمستشفى اكو ضوء نخليه بالبؤبؤ مال المريض، اشوف استجابته الريسبونس مال البؤبؤ، من نقرب البؤبؤ يتوسع ما ادري يصغر، المهم. اوكي، عند اجي اتاكد الجي سي اس، اخذ سكور اذا انا شنت اقدر اخذ الجي سي اس اقدرها للمريض. تمام تمام، شي يقول لي انا هنا عند المريض بعض الاحيان يطلب المريض ادخل تيوب بحلقه، يقول لي قبل ما ادخل تيوب بحلقه اتاكد المريض انه النيورولوجيكال ما مصاب، انه الاعصاب مالته ما مصابه، عدم وجود مشكله عصبيه بالمريض قبل ما ادخل تيوب بحلقه. تمام، هذا كل ما في الامر. لحد الان اجاني مريض موترايت ان سيفير تروما، ايش راح اسوي له؟ انعاش اولي، يشمل لي انعاش الاولي، اوفر له انه اتاكد المريض عنده اكسجين ان دم، ما عنده اكسجين ودم اوفر له جهاز اكسجين اوفر له دم. تمام، استبعد ما صار عنده هايبوكلاسيميا.
اوكي. او وراها شنو اشيك الحجم مال بؤبؤ العين واخلي هاي اخلي ضوء بالعين واشوف الريسبونس مال ضوء. اذا قدرت اسوي جي سي اس سكور اسوي جي سي اس سكور اللي قلت لكم اللي تشمل لي مال اي ومال نطق ومال حركه ولا اخره، هاي اللي حكيناها بالتفصيل. اشيك انه ما عنده مشكله عصبيه قبل ما ادخل اليوتيوب بحلقه. هذا الانعاش الاولي حتى شنو انظم المريض راح يعيش يبقى على قيد الحياه. نجي على الانعاش الثانوي. الانعاش الثانوي شو اسوي اللي هو راكونس اي. راكونس هذا ريكونس اي، شايفي هذا الحيوان اللي يكون داير مداير عينه يكون اسود. ردت اخلي الصوره بس نسيت اخلي الصوره وما اقدر اطلع هسه. المهم الرايكون هذا الرايكونس اي هي عباره كدمات تصير حول ما حول العين باعو. هي تصير كدمات هيجي عين داير مدايرها اكو شنو مثل السواد يشبه حيوان الرايكونس. اذا تردون روحوا بحثوا عن حيوان الرايكونس راح يظهركم حيوان الرايكونس تمام. يصير دار مدايرة عين اوكي. هاي اشوف اذا كانت كدمات حول العين ايش راح تشير لي؟ تشير لي المن الى رينوريا. شنو هاي رينوريا بقى؟ وهاي الكدمات حول العين دلاله انه هذا الشخص ايش عنده هي عباره عن كدمات حول العين. الرينوريا عباره انه سيربرال سباينال فلويد اوكي. ده يطلع من النويز، ده يطلع من الخشم، اوكي؟ ليش ده يطلع من الخشم؟ دلالة انه صاير عنده انتيريور كرانيال فوسا فراكتشر، يسير الى كسر في الجمجمة، يشير في الجزء الامامي من قاعدة الجمجمة. ضعوا يا قلبي، انه هاي العلامة اللي هو رايكون اي والرينوريا، رايكون اي والرينوريا، هاي العلامات لما اشوفها للمريض، دلالة انه هذا المريض ايش عنده؟ انتيريور كرانيال فوسا فراكتشر، يشير الى كسر في الجمجمة، في الجزء الامامي من قاعدة الجمجمة. شنو رايكون اي هاي؟ شنو هاي رايكون اي؟ هي عباره بيري اوربيتال، عباره عن كتمات داير مداير العين. شنو معنات رينوريا؟ عباره انه السيربرال سباينال فلويد نتيجه كسر بقاعده الجمجمه ده يخرج عن طريق النويز تمام تمام. لما اشوف هاي العلامه وهاي العلامه دلاله انه الشخص ايش عنده؟ عنده انتيريور كرانيال فوسا فراكتشر، عنده كسر في الجمجمه في الجزء الامامي من قاعده الجمجمه. بيتال ساين كتمات خلف الاذن، تصير كتمات خلف الاذن اوكي. اوتوريا هي عباره انه السباينال هذا السيربرال سباينال فلويد ده يطلع منين؟ ده يطلع من الجمجمة. وين ده يروح؟ ده يطلع عن طريق النويز. لا هنا أنا أكو هاي خطأ، مو عن طريق النويز، عن طريق الإذن. ده يطلع عن طريق الإذن أوكي. وتأكدوا من يمها، هنا أنا متأكدة أكو خطأ بالموضوع. هنا عن طريق النويز، هنا عن طريق الاير، يطلع عن طريق الاذن تمام تمام. يقول هنا عندي البتل ساين عباره عن كدمات تصير خلف الاذن. والاتوريا من اجي اشوف الاتوريا انه السيربرال سباينال فلويد يطلع عن طريق الاذن. هاي الكلمه اعتقد خطا، انا ما ادري ما سامع فويس الدكتور بس انا الكلمه حسب استنتاجي هاي الكلمه خطا. المفروض هنا عن طريق الاذن مو عن طريق النويز اوكي اوكي. نجي على من على البطل هذا البطل ساين. البطل ساين هي عباره كدمات تصير وين؟ خلف الاذن. اجاني برض انه هذا مريض ورا ما سويت له الانعاش الاولي، الانعاش الاول البرايمري، اسوي لي اشياء الانعاش الثانوي، اجي استكشف ايش صاير بي اذا صارت كدمات حول الاذن، كدمات حول العين تشبه حيوان الرايكونز تمام. اجي استنتج انه عنده كسر بالانتيريور كرانيال فوسا فراكتشر. اذا اجاني المريض ببوتل ساين، بوتل ساين هي عباره عن كدمات تصير خلف الاذن تمام. والاوتوريا هي عباره انه السيربرال سباينال فلويد ده يطلع من الاذن، استنتج انه المريض ايش عنده؟ ميدل كرانيال فوسا فراكتشر، عنده كسر بالميدل كرانيال تمام تمام. يقول هنا عندي انه موست كومن انه سيرفايكال سباينال فراكتشر از موست كومن. لما واحد يجيني باصابه بالهيد اتوقع موست كومن انه العمود الفقري همات مصاب. لذلك انا لازم شنو؟ لما واحد يجيني اصابه براسه لازم استبعد انه العمود الفقري ما مصاب الا اجي اسوي شغلي اوكي اوكي. لوك رول اوف ذا تشيك ان ذا هول سباينال ستيب، انه هاي عباره شنو هاي لوك رول؟ اجي اني اتفحص العمود الفقري بالكامل. شلون اتفحص العمود اللوك رول اوف ذا تشيك؟ انا لازم استبعد، قلت لكم لما يجيني شخص عنده اصابه بالهيد هذه لازم استبعد انه العمود الفقري مالته ما مصاب. ليش لازم استبعد؟ لان اذا العمود الفقري مالته مصاب واني حركته، اني اعرف العمود الفقري بهواي اعصاب بهواي نيرفات قد تؤدي الى حركه من يمي غلط قد تؤدي الى شلل كامل للمريض تمام تمام. اسوي له لوك رول. لوك رول هاي لوك رول خليني اطلع لكم اياها باعوا. هاي لوك رول يجون اشخاص يجون يحركوه بعنايه بكل الاتجاهات حتى يتفحصون اذا كان العمود الفقري به اصابه او لا. هاي نسميها لوك رول. هاي لوك رول يجون اشخاص بعد كلهم يلزمون سويه ويحركوه سويه بنفس يعني بوقت واحد حتى شنو يجي يكون العمود الفقري مالتهم مصاب او لا، مال المريض مو مالتهم. بعد وين وصلت؟ هذا الهستري
هيكون اي اي هاي انت هنا من يمها. يجي يقول لي انه الفراكتشر اللي راح يصير قد يصير فراكتشر بالسكال بالقبه مال الجمجمه، هاي تحتوش نتيجه اصابه كلش قويه ومباشره على الجمجمه. قد يصير فراكتشر بالبيس اوف ذا سكال بالقاعده مال الجمجمه. اوكي، من يصير فراكتشر بالقاعده مال الجمجمه اتوقع انه السيربرال سباينال فلويد راح يتسرب اما الى النويز، نسميه هذه النويز نسميه يتسرب عن طريق النويز نسميه رينوريا، او يتسرب عن طريق الاير اللي نسميها بوتل ساين. اوكي نسميها اوتوريا، هيجي اسم انا مالي دخل بالسبيلينج. المهم هنا اذا صار عنده سكال بيس انه كسر بالقاعده مال الجمجمه، اتوقع قد يجيني المريض برايكون اين راكون اين اوربيتال ساين. شنو هذا راكون اين؟ داير مداير عينه، مثل يصير اسود داير مداير عينه، كدمات داير مداير عينه، او خلف الاذن قبل شويه حكيناها. اوكي، او يصير عنده هيموريج، اكسترا دورال هيموريج، اكيوت سب دورال هيموريج، دورال هيموريج، هاي الهيموريج كلهم راح نتكلم عليهم بالتفصيل. تمام. يجاني شخص عنده كسر بقاعدة الجمجمة، قلت لكم الشخص اللي عنده كسر بقاعدة الجمجمة ايش اتوقع منه؟ انه هذا انه عنده نزيف اور سيربرال سباينال فلويد ده يطلع عن طريق الاير نسمي اوتوريا. بعد هنا ده يقول اللي عن طريق الاير اوتوريا، فانه هنا شنو هذا كلش خطان بي، مو هذه هاي نسميها اير مو نويز، هاي خطأ هنا الكلمة. اوكي قلبي هنا خطأ الدكتور، الحمد لله وصلت مرحلة طلع خطأ الدكتور. المهم ايش ده يقول لي هنا عندي اذا شخص شنو عنده كسر بقاعدة الجمجمة، ايش اتوقع اذا عنده كسر بقاعدة الجمجمة؟ انه هذا السائل الشوكي سيربرال سباينال فلويد ده يطلع عن طريق الاير نسميه اوتوريا، او عن طريق النويز نسميه رينوريا. قبل شوية شرحتها لكم بالتفصيل. لاحظ كدمات وين موجودة خلف الاي. تمام، شي يقول لي هنا قد يكون انه هذا السكال بيس نتيجه انه صار فراكتشر بقاعده الجمجمه، قد تكون لي كومبليكيشن تصير مضاعفات نتيجه الكسر اللي صار بقاعده الجمجمه. مثل شنو المضاعفات؟ قد يصير بيوتيتري ديسفاكشن، او يصير مشكله بالارتري، اوكي، او مشكله بالكرانيال نيرف بالاعصاب الكرانيال. تمام. هاي نتيجة صار كسر بالجمجمة بقاعدة الجمجمة، قد يصير نتيجة كسر بقاعدة الجمجمة قد يصير complication مضاعفات نتيجة هذا الكسر. مثل شنو المضاعفات؟ pituitary dysfunction، الارتري يصير بيه مشكلة، cranial nerve فيه مشكلة. تمام. انه هنا أنا عندي، فاذا الشخص ايش وقت اعرف انه هذا الشخص صار عنده complication نتيجة السكال بيس فراكتشر؟ ايش راح يجيني؟ شنو الاعراض راح يجيني بها الشخص؟ انسوميا، راح يفقد الشم، ان شنو يصير شلل بالوجه، ان شنو راح يفقد ايش؟ يفقد السمع. لحد الان يا قلبي انتم انه واحد صار عنده فراكتشر سكال بيس، صار عنده كسر بقاعدة الجمجمة، اوكي، صار عنده كسر بقاعدة الجمجمة، قد يكون نتيجة هذا الكسر يصير مضاعفات. مثل شنو هاي المضاعفات؟ بيوتيتري ديسفكشن، مشكلة بالارتري، مشكلة بالكرانيال نيرف. فشنو هاي الاعراض راح يجي بها الشخص صارت عنده مضاعفات نتيجة فراكتشر بالسكال بيس؟ شنو هاي الاعراض؟ راح يجي الشخص فاقد الشم، يجي الشخص عنده شلل بالوجه، ما يقدر يسمع. تمام. هاي مضاعفات نتيجة كسر قاعدة الجمجمة. شي يقول لي هنا السيربرال سباينال فلويد، انا مو قلت لكم راح يطلع عن طريق النويز او يطلع عن طريق الاير؟ اوكي، ها راح يستمر يخرج هاي السيربرال سباينال فلويد. يقول لي هنا عندي هذا من وحده راح يطيب الشخص، تمام، من وحده راح يوقف خروج، انه بعد ما راح يخرج السيربرال سباينال فلويد. تمام. من وحده راح يطيب الشخص، راح يتوقف خروج السيربرال سباينال فلويد عن طريق النويز وعن طريق الاير. تمام. لكن اذا استمر خروج السيربرال سباينال فلويد عن طريق النويز عن طريق الاير، ايش راح يسبب لي؟ يسبب لي مننجايتس، التهاب السحايا. اوكي. تمام. فاذا اجاني سؤال انه هذا السيربرال سباينال فلويد خروجه ريسولف سبينتنوزي، من وحده راح تنحل المشكله، يعني ما يحتاج تدخل جراحي ولا اخره. لكن اذا استمر خروج، اذا يقول لي اذا اجاكم سؤال استمر خروج السيربرال سباينال فلويد انه هذا الشخص راح يصير بيه؟ يصير مننجايتس، التهاب السحايا. تمام. شي يقول لي انه هذا الشخص اللي عنده هاي المشكله، اللي عنده سكال بيس، عنده فراكتشر بالسكال بيس، عنده كسر بالسكال بيس، تمام قلبي، عنده كسر بقاعده الجمجمه والسيربرال سباينال فلويد يطلع من خشمه ومن اذنه، هذا الشخص نهائيا ما اخلي له تيوب نيزو كاستريك تيوب، نهائيا كونترا انديكيشن. خاف يجيكم سؤال نخلي له او ما نخلي له؟ ما نخلي له نهائيا نيزو كاستريك تيوب. نجي على الحاله الثانيه راح يجي بها الشخص نتيجه اصابه بالانجري، هيد انجري، اكسترا دورال هيماتوما، اكسترا دورال هيماتوما.
ضاعوا قلبي. لحظه قبل شويه بفد شويه اجيكم على هاي الصوره. ايش يقول هنا؟ انا عندي يقول اذا شخص عنده هاي الحاله يحتاج شنو؟ تطلب جراحي فوري. يحتاج انه ادخله جراحيا فوريا، يعني تطلب جراحي فوري. تمام تمام. ليش دا تصير هاي الحاله؟ من واحده انه هذا الشخص صار عنده هيموريج بيش بالاكسترا دورال. هذه هيموريج صار من واحده، لا، نتيجه تمزق الارتري اور الفين اور فينا ساينس. ليش تمزقت الارتري؟ من واحده هماتين، نتيجه سكول فراكتشر. باعوا هاي الصوره، باعوا قلبي، صار سكول فراكتشر، صار اكو هنا تشوفون هنا الكسر، صار تكسر، هذه صار كسر بهذا المكان، سبب لي تمزق بيش بالارتري بالميدل مننجيال ارتري. تمام تمام. لحد الان اكسترا دورال هيماتوما. هذا الشخص يجيني بهاي المشكله يحتاج تطلب تدخل جراحي فوري. تمام تمام. هذا الشخص ليش ده يصير عنده هيماتوما؟ ليش؟ نتيجه ربتشر بالارتري. اوكي، ربتشر بالارتري. ليش صار تمزق بالارتري اور بالفين اور بالفينا ساينس؟ نتيجه صار سكول فراكتشر. هاي الصوره تشوفوها، صار سكول فراكتشر، تمزق ايش؟ تمزق الارتري. ده يقول هنا أنا بعد أي هذا الميدل منينجيال أرتري loss of the conscious typically classification. يقول هنا أنا عندي بالكلاسيك انجري، إنه الفراكتشر وين يصير؟ بالكلاسيك انجري، نتي هاي الكلاسيك انجري، الكلاسيك يكون كسر بيا عظمة السكويموس تمبرال بون اللي يصير هنا، ويصير كسر بهاي العظمة، ايش راح تؤدي؟ إلى دمج بالأرتري، يا أرتري هذا الأرتري اللي هو الميدل منينجيال أرتري، الميدل منينجيال أرتري. تمام. ليش صار هذا انجري بهذا الأرتري؟ نتيجة صار شنو؟ صار كسر بيا عظمة السكويموس تمبرال بون، فايش راح يسبب لي؟ دمج بالأرتري، هذا الأرتري ده شوفوا هاي سكويموس تمبرال بون. تمام تمام. شنو هاي شيء يقول انه هذا الشخص راح يجي بي عنده فقدان وعي مؤقت، ويكون هذا تيبيكال انه الشخص الطبيعي اصلا اللي عنده هيجي اصابه طبيعي، هاي اشوف العرض مالته انه فقدان وعي مؤقت. تمام تمام. ايش ده يقول هنا انا عندي هذا البيشن شلون راح افرقه؟ ايش دا يقول لي؟ انه هذا المريض ايش راح يجي؟ لو ست انترفال. قلت لكم شنو لو ست انترفال؟ يكون هاي فتره يكون الشخص بها متعافي، وراها ورا ساعات دقائق ترجع تدهور حالته. يقول لي هاي لو ست انترفال فقط يصاحبها صداع، يعني انه ساعات يكون مصدع الشخص، وساعات كانه مثل الحصان، كانه مثل المطي. تمام تمام. بعد شنو؟ ما عنده مشاكل عصبيه، فقط يجي له صداع وراها يروح، يجي له صداع وراها يروح، بس ما عنده مشاكل عصبيه. تمام تمام. يجب انه نقله الفوري الى وحده جراحه الاعصاب. لحد الان يا قلبي اذا واحد عنده هيموريج اكسترا دورال هيموريج، هذا الهيموريج نتيجه شنو؟ صار عنده وين كسر؟ وين كسر؟ صار بالتمبرال. وين الكسر صار يا قلبي؟ صار كسر وين؟ بالسكويموس تمبرال بون. لما صار كسر هنا ايش راح يؤدي لمن؟ راح يصير تمزق بالارتري، يا ارتري راح يتمزق اللي هو الميدل مننجيال ارتري، اتمزق هذا الارتري، شنو الاعراض راح يجيني بهذا الشخص؟ طبيعي اشوف هذا الاعراض لي انه فاقد الوعي مؤقت، يفقد الوعي، بالاضافه راح تجي لوسيد انترفال والذهدك، يعني يجي فتره يكون بي صداع وراها فتره. انا قلت لكم معنى لوسيد انترفال معناته فتره راح يكون الشخص معافي كانه ما بي شيء، وراها ترجع تدهور حالته. تمام. لكن شي يقول لي انه فقط راح يكون مصاحب ويا صداع وراها يرجع ما بي شيء، يرجع الصداع ما بي شيء، ما عنده مشاكل عصبيه ثانيه، شنو العلاج مالته؟ ادخله الى وحده الاعصاب مباشره. نجي على اكيوت سب دورال هيماتوما. اكيوت سب دورال هيماتوما هاي دورال متر، هاي دورال متر جواها صار هنا النزيف، هنا النزيف جوا طبقه الدوره متر، دوره متر. اوكي. نجي على اليمن على اكيوت سب دورال هيماتوما. هاي شنو الاشياء اللي تسبب لي نزيف بالسب اكيوت؟ انه هنا عندي بالسب دورال هيماتوما، شنو الاشياء اللي تسبب لي نزيف بهذا المكان؟ نتيجه اصابه، انه شنو؟ اصابه عاليه الطاقه، يعني اصابه عاليه الطاقه يعني سياره بكل سرعتها ضربت الراس، او عوده بكل قوتها ضربت الراس، يعني مو ضربه خفيفه، لا، ضربه ذات طاقه كلش عاليه، راح تؤدي لي المن الى سب دورال هيماتوما. تمام تمام. يقول هنا عندي راح يؤدي الى تكوين، انه هذا الشخص اللي عنده سب دورال هيماتوما راح يؤدي الى تكوين تجمع دموي متوسع، ده يتوسع تجمع الدم. تمام. فايش راح تؤدي الى ظهور راح تدهور حاله المريض. مثل شنو راح تدهور حاله المريض؟ راح يرتفع الضغط، راح يؤدي ان ارتفاع الضغط داخل الجنجمه، انت كرانيال بريجر. تمام.
without closed interval. هذه أهم شغلة بهذا المكان. قبل شوية كانت قبل شوية ما صار عنده نزيف بالإكسترا دورال هيماتوما، كان الشخص عنده closed interval with the headache. قلت لكم يجي فترة مصدع فترة كأنه ما بيشي، وقلت لكم توضيح معنى closed interval إنه هذا الشخص ساعة راح يشوفه متعافي كأنه ما بيشي وساعة من دهورة الحالة مالته. interval بين فترتين، فترة معافي وفترة مريض، فترة معافي وفترة مريض. المريض بيكون مصدع. هنا نجدي يقولي بالأكيو سب هذا دورال هيماتوما. أول شيء شنو عرف سببها؟ سببها انه واحد انه اصاب بضربه ضاقتها كلش عاليه. اوكي، انه ايش راح يصير بهذا الشخص؟ راح يتجمع الدم وراح يتوسع تجمع الدم، راح يكثر تجمع الدم، راح يظهر الشخص باعراض مثل شنو هذا الاعراض؟ راح يرتفع الضغط داخل الجمجمه انترا كرانيال بريجر، راح يرتفع الضغط without closed interval. يعني شنو؟ راح يكون المريض تدهور حاله مستمره، ما راح يجيني المريض انه متعافي لحظه ولحظه راح تدهور حالته، لا، ما عنده closed interval. هاي الحاله اذا واحد عنده نزيف بالسب دورال هيماتوما ما راح يجيني لوست انترفل، ما عنده هاي لوست انترفل، يعني ما راح يظهر ساعة متعافي وساعة ما بيشي، تمام؟ ساعة متعافي وساعة مصاب ما عنده، اوكي؟ without خاف يجي كلكم ويا هذه، لا ما بي هذا الشيء، تمام؟ اي ها ايش دي يقول لي هنا؟ يقول لي باعوا قلبي، يقول لي انه هذا انه الشخص اللي عنده اكيو سب دورال هيماتوما يشبه لي الاكسترا دورال هيماتوما، يشبه قبل شويه حكيته، بس الفرق بيناتهم شلون افرق بيناتهم؟ انه هذا الشخص ما عنده لوست انترفل، اما اللي عنده اكسترا دورال هيماتوما راح اجي عنده لوست انترفل، راح يجي يقول لي اني ساعه مصدع وساعه راسي ما بي شيء، كانه اني صرت حصان ومش شافي وما بي اي ضرر. اوكي اوكي، فإذا يقول لي شلون أفرق بين الأكيوت والإكسترا دورال هيماتوما، إنه عن طريق إنه هذا بالأكيوت ما بيها لوست انترفل، لكن بالإكسترا دورال هيماتوما بيها لوست انترفل with the headache. أوكي؟ يقول لي هنا عندي بالأشخاص الكبار، يقول لي إذا شخص كبير بالعمر، تمام؟ الأشخاص الكبار بالعمر بالعادة شكو شخص كبير بالعمر يأخذ أدوية مضادة للتخثر anticoagulation، يعني تعرفون كل ما كبر الشخص يزداد التخثر مال الدم مالته، يزداد الجلطات مالته، يزداد التخثر مالته، صح لو أنا خطأنا؟ تمام. يقول لي بالأشخاص الكبار هذول الأشخاص ما يحتاجون يعني ضربة زاد high injury حتى تسبب لهم هاي الإصابة، مجرد إنه ضربة إنه lower injury تسبب لهم هاي الإصابة، عرفتوا؟ بالأشخاص بالكبار العمر، يعني أغلب الأشخاص بالكبار بالعمر إيش يأخذون؟ أدوية مضادة للتخثر anticoagulation، أدوية مضادة للتخثر، فهذول مجرد ما تجيهم ضربة طاقتها منخفضة lower injury هاي راح تسبب لهم هاي المشكلة، أوكي؟ بالكبار بالعمر، يعني ما يحتاجون فقط إنه إلا ضربة تكون high energy injury إلا energy إلا سبب لهم الإصابة، أوكي؟ شنو العلاج مالته؟ هم أسوي له جراحة للجمجمة أو أفتح الجمجمة وأزيل هذا أزيل النزيف الموجود بالمكان. لحد الآن إذا شخص عنده أكيو سب دورال هيماتوما إنه شنو سببها؟ سببها هاي إنيرجي إنجري، بسبب إنه إصابة عرضه وإصابة طاقتها كلش قوية، إصابة كلش قوية. أما بالكبار بالعمر ما يحتاجون إصابة كلش قوية، قد تكون إصابة خفيفة تسبب لهم أكيو سب دورال هيماتوما. ليش؟ لأن هذول الكبار بالعمر أغلب الكبار بالعمر يأخذون أدوية مضادة للتخثر، تمام تمام. شنو الأعراض راح يجيني بهذا الشخص؟ إنه ارتفاع intracranial pressure. شلون أفرق الأكيوت عن الإكسترا دورال هيماتوما؟ عن طريق إنه هذا بالأكيوت ما عنده لوست انترفل، بالإكسترا دورال عندها لوست انترفل. نجي عليه من على تروماتيك سب أركينويد. الله أكبر على كل متكبر. نجي على تروماتيك سب أركينويد هيماتوما. إنه هنا عندي وين هذه؟ باعوا قلبي. سب أركينويد، هذا الأركينويد هنا سب أركينويد صاير نزيف هنا سب الأركينويد، أوكي؟ هاي هيماتوما سب أركينويد هيماتوما. يقولي شنو هاي سببها؟ شنو هاي سببها؟ أغلب إنه سبب مال إنه سب تيصير نزيف سب الأركينويد، أغلب سببها إنه سبب تروما، صار عنده حادث وهذا الحادث سبب لي شنو؟ سبب لي سب أركينويد هيماتوما، سبب لي نزيف بسب أركينويد بهذا المكان الموجود بالصورة. أغلب الحالات most common تكون سببها ليش تيصير نزيف بهذا المكان؟ إنه هذا الشخص تعرض إلى تروما، تعرض إلى حادث سببت له هاي الإصابة، تمام. شو يقول لي هاي معناتها هاي الكلمة؟ هاي الكلمة معناتها العلاج مالته، يعني هذا العلاج راح يتم من دون الحاجة الى تدخل جراحي مباشر، انه هذا العلاج مال انه شخص عنده سب أركينويد هيماتوما راح انه اقدر اعالجه من دون ما اسوي عمليه جراحيه، اوكي؟ العلاج مالته،
تمام. يقول لي هان عن ايش قلت لكم قبل شوي انه سبب النزيف اللي يصير بالسب اركينويد اغلب موست كومن بسبب التروما. ممكن يحدث من دون تروما، اي ممكن يحدث ويكون كلش نادر، اوكي. لذلك انا لما يجي شخص يقول لي هان عندي يحدث يكون نادر، يحدث من وحده نزيف بهذا المكان، يعني هذا الشخص اجاني عنده نزيف بالسب اركينويد من دون ما يتعرض الى تروما، وهذا يكون كلش نادر، هذا معناته ما عنده حظ خطيه، تمام. لذلك انه هنا نزيف تلقائي دون اصابه خارجيه ويكون نادرا. ليش دي يحدث نزيف تلقائي؟ يكون نتيجة أمراض الأوعية الدموية. لحد الآن يا قلبي قد يصير نزيف بسبب أركينويد تروما. شنو سببه؟ اللي موست كومن سببه بسبب إصابة، بسبب تروما، تعرض لحادث. اللي نادرا ما يحصل من واحدة من دون ما يتعرض للحادث صار عنده نزيف بهذا المكان، أوكي؟ هذا ليش ده يصير نزيف من دون ما يتعرض لحادث؟ شنو سبب هذا النزيف من واحدة؟ هو قاعد من واحدة، سبب إنه هذا تعرض إلى أمراض الأوعية الدموية. هاي أمراض الأوعية نادرا ما يصاب الشخص بأمراض الأوعية الدموية تؤدي إلمن إلى نزيف بسبب أركينويد، أوكي؟ Okay. لحد الآن سب أركينويد هيماتوما يحدث بسببين، أما يحدث نتيجة تروما اللي يكون موست كومن أو يحدث من واحدة، نتيجة شنو؟ نتيجة أمراض بالأوعية الدموية راح تؤدي إلمن إلى نزيف بهذا المكان. شنو العلاج مالته؟ العلاج مالته يتم من دون الحاجة إلمن إلى تدخل جراحي. لذلك شي يقول لي لازم اسوي سي دي انجيوغرافي، اجي اصور الأوعية الدموية استبعد انه هذا الشخص صارت له هاي الحالة، تمام. هذا كل ما في الأمر. نجي على مين سيربرال، انه هذا الارتجاج بالسيربرال او نسميها الكدمات اللي تصير بالمخ، هاي الكدمات اللي تصير بالمخ، تمام. نتيجة انه راح يصير شنو؟ نسميه ارتجاج، انه المخ راح يصطدم بيش بالعظام الموجودة، يعني بعظام الجمجمة بكل قوة، فيصير كدمات بالمخ. هذا كل ما في الامر. واكثر شيء منه راح يصطدم اللي هو الانفيريور فرونتال لوب والتيمبرال بول، تمام. انه السيربرال اللي هي عباره عن الارتجاج او نسميه بالكدمات. الكدمات نتيجه شنو؟ انه المخ موجود بداخل الجمجمه، هذا المخ من الداخل راح يصطدم ايش؟ بعظام الجمجمه بكل قوه، فراح تؤدي المن الى كدمات، تمام. تمام. او هاي اكو حاله نسميها اللي هو كوب كاونتر كوب، هو نوع من انواع الكدمات اللي تصير بالمخ. شنو هاي الكوب كاونتر كوب؟ خاف يجيكم ام سي كيو. هي عباره راح يصير انجري اصابه بالمخ بمكانين منطقتين مختلفتين بالدماغ، اوكي. كوب كاونتر كوب راح يصير منطقة يعني إصابة بالمخ بمكانين مختلفين بالدماغ. باعوا قلبي، أعيد شرحها، سوري أنا حيل تعبت فبس راح أستمر حتى أخلص هاي المهزمة. شنو هاي السيربرال؟ هاي الكلمة ما أدري أعرف شلون ألفظها. المهم يصير كدمات بالمخ، المخ مو موجود داخل هاي الجمجمة، المخ مو موجود بداخل الجمجمة، قد نتيجة إنه الضربة تكون كلش قوية، المخ راح يندفع كوبال راح يلزق إيش؟ بالعظام الجمجمة، أوكي؟ فيصير عندك كدمات، تمام؟ تمام. اكثر شيء يتضرر الانفيريور فرونتال لوب اور تيمبورال بول. هاي شنو هاي معناته؟ اللي هو كوب كاونتر كوب هو عباره نوع من انواع الكدمات اللي تصير بالسيربرال، تصير بالمخ. هاي نوع من انواع الكدمات هي عباره شنو؟ راح شيء راح يؤدي المن الى تلف منطقتين مختلفتين من البرين، اوكي. منطقه نتيجه اصابتها مباشره ومنطقه بعيده عن مكان الحادث. هذا كل ما في الامر. الكوب كاونتر كوب تؤدي المن الى تلف منطقتين مختلفتين من الدماغ نتيجه تحرك المخ داخل الجمجمه، نتيجه اصابه كلش قويه صارت بالمخ، فاندفع المخ انصدم بيش بالجمجمه بعظام الجمجمه من الداخل، فبالتالي ادت الى اصابه مكانين مختلفين، اوكي. اوكي، شلون راح اجي اعالج هذا الشخص؟ شنو العلاج مال هذا الشخص؟ قبل شوية شو قلت لكم؟ أول ساعات حجيتها بالمنزمة، إذا تتذكروا أول ساعات حجيتها بالمنزمة، إنه هنا عندي التروما اللي تصير بالبراين إنجري، بالبراين إنجري تشمل البرايمري عن سيكندري. قلت لكم البرايمري اللي يصير بلحظة الحادث اللي أنا ما أقدر أعدل عليها، لأن البراين والقلب من الخلايا المتجدد نفسها، إذا صارت إلها دمج راح يصير إلها دمج دائمي، صح لو لا؟ قلت لكم أكو شنو؟ أكو شغلة هماتين تشمل لي سيكندري. أنا قلت لكم لما يصير عندي تروما إنجري إنه هيد تروما إنجري تشمل لي برايمري عن سيكندري. البرايمري اللي ما اقدر اعدل عليها طبيه، والسكندري اللي اقدر اتفاداها، اللي تحدث هاي الاصابه السكندري للبرين تحدث ورا ساعات من الحادث او ورا دقائق من الحادث او ورا ايام، تمام. تمام. شلون اعالج؟ انا لازم شنو؟ سكندري برين انجري، اتفادى السكندري برين انجري. شلون اتفاداها هاي السكندري برين انجري؟ شلون تحدث؟ اقلل اصابه الثانويه، اقلل اصابه السكندري برين انجري. شلون راح اقلل حتى امنع السكندري برين انجري؟ شلون امنعها؟ هاي شلون تجي السكندري برين انجري؟ نتيجه نقص اكسجين او انخفاض ضغط الدم، اوكي. اجي انا شنو؟ انطي اكسجين، اسيطر على انخفاض الدم، اسيطر على ضغط الدم، ولا اخره انه المانجمنت مالتي امنع السكندري برين. خلي ارجع لكم على السلايد حتى تقولون انا ويا من دا احكي. باع
طبعوا قلبي انه تروما برين انجري. قلت لكم قبل شوي التروما البرين انجري تشمل لي شغلتين، تشمل لي البرايمري وتشمل لي السكندري. البرايمري اللي تصير عند الحادث اللي ما اقدر اعدل عليها طبيا انه الضرر اللي صار عند الحادث، تمام. اما السكندري اللي تصير ورا ساعات او ورا ايام ورا الحادث. شنو سبب السكندري؟ اما سببها هايبوكسيا او انخفاض ضغط الدم، تمام تمام. هاي لازم اعالج حتى امنع شنو السكندري انجري. شلون هاي امنع السكندري انجري؟ اللي شنو هي سببها السكندري انجري اصلا؟ شنو سببها؟ سببها هايبوكسيا او نقص ضغط الدم. اجي اسيطر على ضغط الدم، اسيطر على انترا كرانيال بريجر ولا اخره من هذا الكلام الزايد، تمام قلبي. فشي يقولي انه هذا العلاج انا ليش راح اعالجه حتى امنع السكندري برين انجري. اما البرايمري برين انجري هاي ما اقدر اعدل عليها، لان هذا الضرر يكون انا الضرر اللي يصير بالبرين يكون دائمي. هذا الضرر مثلا اذا واحد دخله سكينه بعقله موت جزء من عقله، هاي ما اقدر ارجعه، لان اعرف خلايا العقل ما تجدد نفسها، تمام. لكن قد تصير مضاعفات وراء الاصابه الاوليه نسميها سكندري. هاي شنو نتيجتها؟ نتيجتها نقص اكسجين، انخفاض الضغط، تمام. اوكي من هذا الكلام شلون راح اجي اسوي له؟ يقولي هاي السكندري انجري تشمل لي شنو؟ دوره يعني متكرره من تدهور حاله المريض. فشنو راح انطي الشخص؟ انطي سيديفيشن، انطي مهدئات، انطي انالجيسك مسكنات، تمام. انطي ادويه اسوي لي ريلاكس للمسلس للعضلات، اوكي. اجي اسيطر على انترا كرانيال بريجر حتى شنو؟ امنع السكندري برين انجري. قلت لكم اذا واحد صار عنده برين انجري تشمل البرايمري والسكندري. البرايمري اللي ما اقدر اعدل عليها، اما السكندري اقدر اتفاداها، تمام. شلون اتفاداها؟ اجي اسيطر على انترا كرانيال بريجر، تمام. اعالج اذا صار الشخص صار عنده، تذكرون اذا صار الشخص صار عنده فراكتشر، احد مضاعفات قلت لكم البيس فراكتشر قبل شويه حشيتها لكم، مضاعفات كسر الجمجمه. قد يكون شنو؟ بيوتيري ديسفاكشن، يصير بيوتيري ديسفاكشن. اعالج اضطراب وظائف الغدة، أعالج هاي الحالة اللي راح تسبب لي هاي المتلازمة، تمام. أجي أعالجها، أعالج السيجر، أنطي نيوتريشن. ها هذا كلش مهم هذا السطر، النيوتريشن. شي يفضل الشخص اللي عنده إصابة، أوكي، عنده إصابة هيد إنجري، شي يفضل أنطي تغذية وريدية أو أنطي إنترنال نيوتريشن عن طريق الحلق، أو أنطي تغذية عن طريق الوريد. يفضل أنطي تغذية عن طريق الحلق، أوكي. ما يفضلون إنه واحد يطو تغذية عن طريق الوريد إذا شخص عنده هيد إنجري، ما يفضلون إنه يطو تغذية عن طريق الوريد، أوكي. هاي كلش مهمة المعلومة، ما أدري إجت ما بالامتحان أو لا. المهم يفضلون التغذية المعوية أكثر عن التغذية عن طريق الإنترا فيناس عن طريق الوريد. لحد الآن يا قلبي إنه هذا المانجمنت العلاج، أنا راح أجي أعالج السكندري برين إنجري. قلت لكم يصير ورا ساعات أو ورا دقائق أو ورا الأيام من الإصابة، يصير نتيجة نقص أكسجين أو هايبوتنشن. فأني أنطي أكسجين، أعدل الضغط مالته، أنطي أدوية، أنطي مسكنات، أسوي له ريلاكس للمصر حتى ما يصير للتيجر والآخرة من هالكلام. قد يكون عنده كسر نتيجة كومبليكيشن، هذا الكسر سبب لي اضطراب بالغدة بالبيوتيتاري جلاند، تمام تمام. أجي أعالج الاضطراب اللي صار بالغدة حتى أمنع ما يصير عنده هاي الساندروم، اللي هي الساندروم هاي الكلمة أنتوا لفظوها لين حيل تعبت، أوكي. أعالج النوبات مالته، أنطي تغذية، يفضل تغذية معوية مو تغذية وريدية. إذا أجاكم سؤال إذا شخص عنده هيد إنجري تفضلون تنطو تغذية وريدية عن طريق الوريد أو تغذية معوية؟ تفضلون تغذية معوية مو تغذية عن طريق الوريد، هاي خلوها ببالكم. نيجي على اليمن، يقول هنا أنا عندي بعد الإصابة المتوسطة إذا شخص عنده صار عنده moderate or severity injury، تمام. قد هذا الشخص يعاني من أعراض إلى مدى طويل أو طول حياته راح يعاني من أعراض. مثل شنو هاي الأعراض؟ مثل الهيديك، الميموري، اضطراب بالذاكرة والإدراك، تمام. هاي الأعراض شو نسميها الآن إذا أحكيها؟ أسميها الأعراض بمتلازمة ما بعد الارتجاج. لحد الآن يا قلبي إذا شخص صارت عنده moderate or severity، إيش إصابة moderate and severity؟ هيد انجري تكون مودريت ان سيفيريتي. هذا الشخص قد يعاني من اعراض لمدى طويل من حياته او طول حياته راح يعاني من هاي الاعراض. هاي الاعراض شن هي؟ مثل صداع، اضطراب الذاكره والادراك. هاي الاعراض شن نسميها؟ نسميها بالاعراض الاعراض ما بعد متلازمه ما بعد الارتجاج. هاي متلازمه ما بعد الارتجاج، اوكي. انه هذا الشخص عنده مودريت ان سيفير، اوكي، عنده اصابه متوسطه عن شديد، ايش راح اسوي؟ يحتاج اعاده تاهيل. هاي اعاده تاهيل عمليه كلش يعني معقده، يعني تمثل لي تحدي كبير بالنسبه للطبيب. شنو هاي؟ تتطلب اكثر من طبيب، اكثر من اخصائي، تشمل لي جلسات علاجيه متعدده،
يعني مو جلسة واحدة واخلص المريض اقول له روح لبيتكم، لا تعالي كل شهر كل اسبوع اسوي له شنو جلسات علاجية متعددة. ليش؟ حتى اساعد المريض حتى شنو استعادة القدرات العقلية اللي فقدها لحد الان يا قلبي. انه اذا شخص عنده اصابة متوسطة او شديدة قد يعاني اعراض لمدى طويل من حياته مثل صداع، ضعف الادراك والذاكرة، نسميها بمتلازمة ما بعد الارتجاج، انه هذا الشخص قد يحتاج شنو الى اعادة تأهيل. هاي اعادة تأهيل عبارة عن عملية معقدة تمثل لتحدي، هذا تحدي قوي للطبيب. ليش؟ يعني يحتاج أكثر من طبيب، أكثر من اختصاص، وتحتاج أكثر من جلسة علاجية واحدة، جلسات متعددة حتى أرجع المريض القدرة العقلية اللي فقدها. تمام؟ مثلا فقد النطق، فقد إنه الكتابة، يحتاج جلسات علاجية ولا آخرة، نسميها هاي إعادة تأهيل. هاي الكلمة معناتها إعادة تأهيل. أوكي؟ أستخدم هذا أبو ال GCS، هذا كلاس واي، كلاس كاو، إسكال. سكال هذا السكال استخدمه. ليش؟ هذا ابو اللي يعطيني درجه 15 14 3 5 حتى اشوف المريض ده يستجاب للعلاج اللي انطيته او مدى يستجاب، ده يتحسن للعلاج مالته او مدى يتحسن للعلاج مالته. تمام. فيقول لي انه هنا عندي كود ريكفري، التعافي الجيد. اوكي، التعافي الجيد شنو معناته؟ التعافي الجيد انه يقول المريض انه كود ريكفري، انه المريض متعافى جيد، معناته انه شخص اندبندنت وومن، يعني شنو؟ انه الشخص يقدر انه يعيش بصوره مستقله، بالاضافه شنو؟ يقدر يرجع للعمل مالته. اوكي، فشي يقول لي انه التعافي الجيد هو القدره على الاستقلاليه والعوده الى العمل. يعني انه هذا الشخص اذا كان يشتغل لما يكون كود ريكفري، اصابه براسه سواء مايلد موترايت، وراه شنو؟ تحسنت حالته، يقدر يرجع للشغل مالته. اوكي، فشي يقول لي هنا؟ يقول لي هنا عندي انه الشخص التعافي الجيد معناته انه الشخص انه يقدر انه يرجع للعمل مالته، لكن لا يعني العوده الكامله الى الحاله اللي كان بها المريض قبل الاصابه. ليش؟ قبل الإصابة ما يقدر يرجع بها، مثل الحالة اللي قلت لكم إصابة البرين تختلف عن إصابة الإيد. يعني هسه اسم الله إذا إيدي انكسرت ورا 6 شهور راح أرجع تتحرك إيدي مثل الطبيعي. ليش؟ إن الخلايا تتجدد وترجع قوتها ولا آخرة. أما البرين والقلب، الهارد والبرين اللي إحنا أخذناه من زمان، الخلايا العقل ما راح ترجع نفس قبل، ما راح تجدد نفسها. فايش ده يقول لي؟ انه كود ريكفري انه هذا الشخص راح يكون مستقل ويقدر يرجع للعمل، بس ما راح ترجع الى الحاله الطبيعيه اللي كان بها قبل الاصابه. تمام. هاي كلاس، هاي نسميها كلاس كاو، اوتكم سكال، كود ريكفري اذا كانت هاي الرقم مالته 5، معناته شنو؟ انه الشخص رجع الى حياته الطبيعيه، ما صارت له اي اعاقات جسديه او صحيه. اذا كانت مودريت، اذا كانت الاعاقه متوسطه، يعني معناته الرقم 4، معناته انه شنو؟ اعاقه تكون متوسطه تؤثر على القيام بالانشطه اليوميه. اذا كان سيفيريتي، اذا كانت اعاقه تكون شديده، راح نعطيها رقم 3، معناته شنو؟ انه هذا الشخص شنو؟ اعاقه شديده عنده، يتطلب رعايه مستمره انه شخص يرعاه. اوكي، اذا كانت شنو؟ رقم 2، هاي معناته شنو؟ انه الشخص فاقد الوعي. اوكي، يكون على قيد الحياه بس ما يحس داير مداير محيطه، ما يقدر يستجيب للمحيط داير مداير. اعتقد هاي النقطه مال الغيبوبه، انه الشخص يدخل بغيبوبه، انه هو على قيد الحياه بس ما يحس بالمحيط مالته، ما يقدر يتفاعل او يستجاب للمحيط مالته. واذا كانت 1 نكون ديد. لحد الان يا قلبي انه هنا عندي كلاس كاو اوتكم سكال. هاي كلاس كاو اذا اعطتني رقم 5 معناته كود ريكفري، انه المريض انشافه كل زين، ما عنده اي اعاقه جسديه بدون اي اعاقه جسديه او صحيه. تمام. إذا اعطتني هاي رقم 4 معناته شنو؟ عنده إعاقة متوسطة، يعني شنو إعاقة متوسطة؟ راح تأثر على القيام بالفعاليات اليومية لدى الشخص. إذا اعطتني رقم 3 معناته عنده إعاقة شديدة، يحتاج واحد يرعاه صحيا، يجي وياه، يعني يكون يرافقه بحياته. تمام. إذا اعطتني رقم 2 معناته شنو؟ إنه المريض بلا وعي، فاقد الوعي مالته، لكن من ميت على قيد الحياة، لكن ما يستجيب للمحيط، مثل الغيبوبة، داخل بغيبوبة. وإذا اعطتني 1 معناته المريض مات. neck and spinal، اذا صار عندي انجري بالسباينال اند بالرقبه، اذا صار عندي انجري بالرقبه اند بالسباينال كورد، راح اسوي اول شغله اسوي سباينال ستابيليتي. ليش اسوي سباينال ستابيليتي؟ ليش اثبت السباينال؟ شنو بداخل العمود الفقري؟ شنو برايكم بداخل العمود الفقري؟ اللي هو الحبل الشوكي. الحبل الشوكي به هواي اعصاب. تمام، فانا يحتاج انه اثبت السباينال ستابيليتي، يعني يمكن اثناء ما اتحرك هاي الفقره، اوكي فقره مصابه، احركها راح تاثر على الاعصاب فيؤدي إنا الى شلل دائم لدى الشخص. فانا اريد اتفاداها. اذا واحد عنده انجري بالنيك عند السباينال اسوي سباينال ستابيليتي حتى اتجنب، حتى اتجنب التشوهات اللي تصير تدريجيا بالعمود الفقري اند ايش التشوهات العصبيه. عمود من الحر.
اوكي هاي السباينال لوك رول، هاي عباره ان يجون عده اشخاص يحركون المريض يقلبوه بنفس الوقت وعلى كيفهم بدون ما يحركون اي جزء من العمود الفقري حتى يتفحصون اذا عندهم اصابه بداخل يعني موجوده بالعمود الفقري يلاحظوها. نسميها سباينال لوك رول. هاي الطريقه يجي هذا الشخص وهذا الشخص يلزموه من كل مكان ويحركوه بنفس الوقت يقلبون المريض حتى شنو يجون يتفحصوه يسووا له اكزامينيشن اذا عنده انجري بالسباينال كورد. لحد الان اذا شخص عنده انجري بالنيك اند بالسباينال لازم اسوي له سباينال ستابيليتي، اجي اخلي السباينال يثبت بهاي الاداه. هواي اكو اداه تثبت السباينال حتى ما يتحرك. ليش اسوي السباينال ستابيليتي؟ حتى اتجنب شنو التشوهات اللي تصير تدريجيا بالسباينال كورد، او حتى اتجنب لا يصير عنده نيورولوجيكال ديفكت. قد يكون اني احرك السباينال كورد من دون يعني حركه غلط قد تؤدي ان يصير نيورولوجيكال يصير ضرر بالاعصاب. اجي اسوي له انه شخص عنده نيك انت سباينال كورد انجري، ايش راح اجي اسوي له؟ لحد الان قبل شويه كنا نحكي على هيد انجري، هسه راح نحكي على النيك والسباينال كورد انجري. ايش راح اجي اسوي له اذا شخص اجاني عنده نيك انت سباينال كورد انجري؟ اجي اسوي له ام الاطلس. تشمل الاطلس اللي هي الاطلس اللي هي الاي بي سي دي اللي هو الاير واي والبريتنج والسيركوليشن، هاي الحشينا عليها بالتفصيل. اجي اسوي له الانعاش الاول اللي يشمل لي اتاكد المجرى التنفسي مالته مفتوح، قد اتاكد انه الرئه تقدر تتنفس، اذا ما كانت تقدر تتنفس اخلي له اكسجين ولا اخره. تمام تمام. يقول هنا عندي بوليتروما، يقول هنا عندي في حاله الاصابه المتعدده، اذا واحد عنده اصابه اكثر من مكان، عنده براسه وعنده بايده وعنده ببطنه وعنده برجله، اتوقع انه السباينال كورد صار بي انجري. اوكي انه السباينال كورد انجري. شي يقول لي هنا عندي ان بوليتروما في الاصابات المتعدده. شنو اصابات متعدده؟ يعني معناته هذا المريض عنده اصابه اكثر من مكان من جسده، فاذا شخص عنده اكثر من اصابه من يعني اكثر من مكان من جسمه، اتوقع انه هذا الشخص قد يكون عنده شنو سباينال انجري. اوكي اوكي. يقول هنا قد يكون secondary spinal injury إذا كان عندي مثلا أنه spinal injury صار عندي مكان بالspinal cord صار بي injury. أتوقع 10 من الأشخاص اللي عندهم إصابة primary لابد عنده secondary في مكان بعيد عن primary بس موجودة بالspinal cord. فهمتوها؟ باعوا قلبي. 10 من الأشخاص اللي عندهم إصابة بالspinal cord أوكي عندهم إصابة primary مثلا بالفقرة C3 نقول بالspinal cord، 10% من الأشخاص أتوقع عندهم إصابة ثانية هماتين بالspinal cord مكان بعيد عن مكان الإصابة. السباينال هاي بورت انه بريجر سورس، باعوا قلبي. السباينال بورت انه هاي اللي يحملون بها المريض، هاي نسميها هاي الحامله مال المريض السباينال بورت. هذا اذا الطبيب انه ما حركه انه هو بخه ومخليه لافي بهذا المكان وما ده يتحرك قد يؤدي انه الى سورس الى تقرح. اوكي لحد الان سباينال بورت هاي اخذتها صوره لكم سباينال بورت، هذا الشغله اللي ينقلون بها المريض المصاب بسباينال كورد وهي شيء يثبتوه حتى ما يتحرك. هذا المريض من ما يتحرك من ما راح يتحرك قد راح تؤدي الى سورس الى تقرح بالمكان. اوكي فهمتوا هاي الشغله انه سباينال بورد اللي هي هاي اللي تحمل الشخص الناقلات الشخص، فهذول قد يكون الطبيب انه ناس يحرك المريض او مدى يحركه قد يصير عنده تقرح. التقرح شو وقت يصير لما الشخص ثابت ما يتحرك؟ يصير عنده قرحه الفراش. كانوا اهلي يسموني لا هي لان يعني اقضيها هواي نوم او شيء فخواتي يقلدون علي يقولوا راح يصير عندك قرحه الفراش. اوكي لان قضيتها نوم وما اتحرك ومن هالكلام قرحه الفراش. او اختي الثانيه اقلد عليها لان ابد ما اشوفها بس بغرفته بس بالفراش اقول راح يصير عندك قرحه. جد والله هاي القرحه ليش تصير لما واحد يعني ما يتحرك فصار عنده قرحه الفراش اسميها. فقد انه هذا الشخص الطبيب مخلي هذا المريض بالسباينال هذا بورس اللي هي هاي الناقله مال المريض مخليه مدى يتحرك، باعوا شلون لا فمدى يتحرك لا يمنى ولا يسرى. اوكي حتى اصحاب الكهف من الله سبحانه وتعالى كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يعني كله بهدف. ليش دا يقلبهم؟ يعني انه واحد لازم يتحرك يمنى ويسرى لازم يصير عنده حركه حتى ما يصير عنده قرحه. اوكي اوكي. يقول هنا عندي من هاي الاصابات نوع من انواع الاصابات الخطيره اللي يصير بالعمود الفقري. اصابه هاي نوع من انواع الاصابه نسميها شو نسميها؟ هانج مانس فراكتشر او اسمها هذا الثاني. هاي نوع من انواع اصابه، اصابه كلش خطيره تصير بالعمود الفقري بين الفقره C2 عن C3. اذا اقول لكم الهانج مانس فراكتشر يصير بين يا فقره ويا فقره نقول له بين C2 عن C3. اوكي هاي تكون نتيجه اصابه حاده حادث سياره وغيرها. physical examination اجي اول شيء physical examination. شلون اجي اسوي له physical examination؟ اجي اقيمه اولي اسوي له البرايمري سيرفري الفحص الحيوي الفايرال مالته
وراها ما اسوي له الفايرال مالته، اسوي له ابدومينال ان تشست. لحد الان اجاني شخص عنده نيك اند سباينال كورد انجري، ايش راح اجي اسوي؟ اول شيء اقيم الحاله مالته، سيفير، مايارد، مودريت. اوكي قيمت الحاله، اجي اسوي له الانعاش الاولي اللي يشمل لي ام الاطلس الاي بي سي دي. ورا ما سويت له الانعاش الاولي ايش راح اجي اسوي له؟ اجي افحص البطن مالته وافحص الصدر مالته. تمام. يقول لي هنا أنا عندي بعض الأحيان شنو؟ على بعض الأحيان هذا السطر شنو راح يعني لي؟ بعض الأحيان ده يقول لي إنه الآلام والأعراض أوكي المصاحبة بإصابة العمود الفقري أوكي، إنه نتيجة إنه بعض الأحيان الأعراض اللي راح تصير نتيجة إصابة العمود الفقري تشبه الأعراض اللي تصير نتيجة إصابة صار بالبطن، لذلك لازم أستبعد إنه ما صار بالبطن أي إصابة. ده يحشي هاي المنطقة حتى قمت أشخص من التعب باعوا قلبي. نقول لبعض الأحيان يقول الإصابة إنه الألم اللي راح يصير نتيجة إصابة العمود الفقري يشبه الألم نتيجة إنه صار إصابة عنده بالأبدومين. أوكي لذلك أنا شنو لازم حتى ما يصير عندي خطأ إنه أنا أتوقع إنه هذا الشخص عنده إصابة بالأبدومين هو عنده إصابة بالعمود الفقري. ليش؟ لأن إجى هذا الشخص بأعراض تشبه أعراض السباينال أو تشبه أعراض الهاي أبدومين، لذلك لازم أستبعد إنه ما عنده إصابة بالأبدومين واخليها حصرا على العمود الفقري. اوكي فشي يقول هنا عندي بعض الاحيان انه السباينال كورد انه الالم والاعراض اللي راح تظهر نتيجه اصابه السباينال كورد هي تشبه الاعراض والالم اللي راح يظهر نتيجه انه شخص عنده اصابه بالابدومين، فهنا راح يصير التشخيص مالتي غلط، قد اتوقع انه هو عنده اصابه بالابدومين اوكي بس هو فعليا هو عنده اصابه بالعمود الفقري. ليش؟ يعني الاعراض اللي راح تصير نتيجه اصابه العمود الفقري تشبه الاعراض اللي تظهر نتيجه اصابه البطن، فلذلك انا ايش راح اسوي حتى اخلص روحي من هذا المأزق؟ اجي اول شيء اتاكد انه الابدومين ما بها اي اصابه، وراها شنو؟ اخلي حصرا انه الشخص عنده اصابه بالعمود الفقري. اوكي ابحث عن علامه تدل وجود اصابه بالعمود الفقري. مثل شنو العلامات اللي تدل وجود عن اصابه بالعمود الفقري؟ عنده انتفاخ بالعمود الفقري، لما اطخه يتالم تندرنس اوكي، او عنده فجوه بين الفقرات. احنا مو عندنا فقرات واحده متصله بالثانيه، قد يكون نتيجه اصابه بالعمود الفقري صارت فجوه بين الفقرات. اوكي اسوي له ركتال اكزامينيشن حتى اجي اشوف التون مالته. من هالكلام ايش يقول لي؟ نيورولوجيكال اكزامينيشن، الفحص العصبي، اسوي له فحص عصبي اشوف انه هو حس موتور فاكشن، هاي اخذناها بالفسلجة اذا تتذكرون، اسوي سنسوري اند موتور فاكشن. من كنا نجيب دمبوس ونبزبزه بالايد وبالرجل اسوي له سنسوري اكزامينيشن موتور فاكشن. اوكي هذا كل ما في الامر، اجي اقيم حالته اسوي له الانعاش الاولي، وراها شنو؟ اسوي له اكزامينيشن للبطن والتشست. ويقول لي بعض الاحيان قد احنا نخطا بالتشخيص، اتوقع ان هو عنده اصابه بالبطن لكن هو فعليا عنده اصابه بالسباينال كورد. ليش توقعت هيجي؟ قلت لكم الاعراض راح يجي بها الشخص اللي عنده اصابه بالبطن نفس الاعراض راح يجي بها الشخص اللي عنده اصابه بيش بالسباينال كورد، فلذلك لازم استبعد انه البطن ما بها شيء. وهذه اجي افحص سباينال كورد اكزامينيشن اشوف اشاره تدل عليه إذا كان بانتفاخ تندرنس ولا آخرة من هالكلام الزايد. مستوى الضرر العصبي level of the neurological، إنه المستوى الضرر العصبي. يقول هنا أنا عندي مدى إصابة النخاع الشوكي بواسطة، شلون راح أعرف مدى إصابة النخاع الشوكي؟ إنه شقد severity moderate إسخام، شلون راح أعرف؟ إنه حددوا مدى إصابة النخاع الشوكي بواسطة مقياس الإعاقة لجمعية العصبية، هذا كله كلام زايد، العصبية الشوكية الأمريكية. تمام. خلال هاي الجمعية حددوا مقياس الإصابة للسباينال كورد أوكي، على حسب شنو؟ فرانكل كلاسيفيكيشن. شنو فرانكل كلاسيفيكيشن؟ تشمل لي A B C D E، هذه ال A كومبلمنت سباينال كورد انجري، إنه هنا هم عرفوا يعني شايفين الأطلس وهاي من حددوها والآخرة، أو شايفين مال جي سي إس اللي قبل شوية حكيناها من نطينا رقم 15-14، هاي مال جي سي اس تشمل لي الهيد انجري اوكي. لكن هنا انا عندي الاي اس اي اي ASIA هاي ايش تشمل لي؟ هاي تشمل لي شنو؟ تشمل لي مقياس المن الإعاقة اللي حددتها الجمعية العصبية الأمريكية للإصابات اللي تصير بالسباينال انجري. تمام. إذا كانت A معناتها كوبليك سباينال كورد انجري، العمود الفقري كله مصاب والشخص داخل بكوما، إذا كانت A. إذا كان B إنه شخص سنسيشن بريزنت، إنه شخص إذا قرسته راح يحس بالإحساس، يحس سنسيشن، عنده إحساس تجاه الحرارة البين ولا آخره، لكن شنو؟ فاقد القدرة إيش؟ عن الحركة. تمام. إذا كان C معناته إنه هو شخص يحس وعنده القدرة على الحركة أوكي، أنت MRC grade يكون أقل من 3 إلى 5 باعوا. هاي MRC
أخذناها مرتين بالفسلجة، إذا الشخص يقدر يتحرك بالجاذبية أو يتحرك عكس الجاذبية، وإذا أصعد رجله يرفعها، شيء كلش طويل. إذا تردون تدخلون تفاصيل وانتوا امتحانكم بقالة يوميا كلش بسيطة، بس تكتبون الام ار سي راح تطلع لكم هي 5 علامات، اللي هي 0 و1 و2 و3 و4، اي 5 علامات تمام. هاي كلها يعني لها شرح كلش تفصيل بيها، وأنا ما لي خلق أشرحها لأن إحنا ما نحتاجها هسه تمام، مجرد حفظوها مثل ما هي اوكي. واذا انتم تردون تحبون انه تحفظوها كلش بس كتبوا ام ار سي راح تظهر لكم الدرجات اللي هي 0 1 2 3 4، اللي هي ما تقلص العضلات، يعني هاي كلها موجوده بالفسلجه اذا تذكروها. المهم يقول هنا أنا عندي اذا كانت سي معناته شنو، انه الشخص يحس بالاضافه شنو الى قدره على الحركه اوكي، بس نوت يوزفول الام ار سي تمام. اذا كان دي معناته الشخص يعني يحس له قدره على الحركه، لكن شنو هاي تكون يوزفل مفيده وتكون شقد اكثر او تساوي 3-5، هنا اقل من 3-5، هاي لازم تحفظوها، وهاي الارقام قلت لكم منين تجيبوها. اذا كانت اي معناته الشخص عنده نورمال فانكشن بالسباينال كورد، لحد الان الليفل اوف هنا عندي مستوى الضعف العصبي، مستوى الضرر العصبي. شلون اقيس مستوى الضرر العصبي؟ اجت الجمعيه العصبيه الشوكيه الامريكيه حددت لي نقاط عليها امشي واعرف الضرر اللي صار بالسباينال كورد اوكي. فرانكل كلاسيفيكيشن تشمل لي اي وبي سي ودي اي، اذا شخص عنده اي نورمال فانكشن، اذا عنده دي، اذا عنده سي، اذا عنده بي اي، هاي كلها تحفظوها. قلت لكم ام ار سي بس تكتبون بالجوجل ام ار سي راح تظهركم، اخذناها العام بالفسلجه اللي هي 0 1 2 3 4، تخص العضلات. ايه الشيء ها اكو شغله ثانيه هماتين شي يقول هنا انا عندي انه هذا الشخص قد انه شخص عنده سباينال تروما قد تصير عنده 3 انواع من انواع الشوكات اوكي. بعض الاحيان الشخص اللي عنده سباينال تروما قد تصير عنده شنو 3 من انواع الشوكات، يا شوك ويا شوك اللي هي الهايبوفوليميك شوك، انولوجيكال شوك، انتي سباينال شوك اوكي. قد بعض الاحيان الصاحب الشخص اللي عنده سباينال تروما قد الصاحب له انواع من الشوكات، يا شوك ويا شوك اللي هي الهايبوفوليميك شوك والنولوجيكال شوك والسباينال شوك تمام تمام. الهايبوفوليميك شوك اللي هي نتيجه شنو هايبوفوليميك، معناته انه هايبوفوليميا، انه واحد عنده هايبوفوليميا، ليش يصير عنده هايبوفوليميا؟ نتيجه النزيف المستمر للشخص ده يدخل يشوك عند المريض نتيجه الهايبوفوليميا اوكي. يقول لي قد يصاحب لي نتيجه صارت سباينال تروما، قد يصاحب السباينال تروما 3 انواع من الشوكات اللي هي هاي وهاي وهاي. الهايبوفوليميك شوك اللي هي انه هذا الشخص ايش راح يجيني اللي عنده هايبوفوليميك شوك نتيجه سباينال تروما، يجي عنده هايبوتنشن انخفاض الضغط مالته وذ تيكيكارديا، بالاضافه شنو كلش مهمه اطرافه تكون بارده. ليش كلش مهمه؟ لان قبل شويه فدي شويه راح اجي اشرح لكم النيولوجيكال شوك، الشخص اللي راح يدخل بنيولوجيكال شوك الاعراض اللي راح يجيني بها الشخص عنده انخفاض الضغط، قد يكون نورمال اور برادكارديا، تكون دقات قلبه طبيعيه او شويه منخفضه برادكارديا، بالاضافه شنو؟ وار تكون دافيه الاطراف مالته، اما اللي عنده هايبوفوليميك شوك قد تكون الاطراف مالته تكون بارده، اما هذا دافيه. لحد الان يا قلبي قد الشخص عنده سباينال تروما، اوكي عنده اصابه بالسباينال، قد تظهر وياه احد انواع الشوكات الهايبوفوليميا شوك او نيولوجيكال شوك او سباينال شوك. شلون راح اعرف؟ عن طريق الاعراض، اذا شخص عنده تيكيكارديا وهايبوتنشن بالاضافه اطرافه بارده اتوقع ان الشخص عنده هايبوفوليميك شوك هايبوفوليميا شوك. اذا شخص عنده انخفاض الضغط بالاضافه دقات قلبه طبيعيه او شوي ونبرده كارديا زائد شنو الاطراف؟ الاطراف تكون دافيه اتوقع عنده نيولوجيكال شوك. هاي النيولوجيكال شوك قد تصير وين؟ هاي أبوف أوف ذا ليفل، قد يصير إنه نتيجة تروما بالسباينال كورد، وين؟ أبوف الليفل التي، الفقرة التي 5 الثوراسيك 5 أوكي، على فوق هاي الفقرة. قد يصير عند المريض سباينال شوك، يقول لي هاي سباينال شوك تكون مؤقدة، تحدث خلال دقائق أوكي، وقد تستمر لمدة 6 أسابيع أو أكثر. تمام تمام. قد يدخل المريض سباينال شوك، هاي سباينال شوك شو تكون؟ تكون مؤقدة، يعني مو طول عمره راح يعاني بسباينال شوك، تكون مؤقدة، تحدث ورا منت من الإصابة بالسباينال تروما أوكي، ورا دقائق، وهاي قد تستمر المين تستمر إلى 6 أسابيع أو أكثر. شنو الأعراض اللي راح يجيني بها الشخص اللي عنده سباينال شوك؟ يصير عنده شلل، بالإضافة شنو عنده؟ هايبوفليكسيا. تتذكرون بالفسلجة بالفسلجة من يضغطوا على عظمة النيك والهاي الني
هاي من يصير ردة فعل فليكشن اكستنشن، انه هذا الشخص اللي عنده سباينال شوك راح يكون هايبو فليكشيا، يعني ما راح يسوي فليكشن قوي، راح يكون فليكشن خفيف. لما اجي اضربه على رجله او شيء ما راح يسوي فليكشن قوي، يكون فليكشن مالته كلش خفيف. ليش؟ لان معناته هذا الشخص عنده سباينال شوك. لحد الان قد يصاحب لي احد هاي الشوكات، ايش مريضه التروما نتيجه سباينال تروما. قلت لكم كل وحده واعراضها. هاي ام السباينال شوك، شو تكون ام السباينال شوك؟ تكون مؤقته، تحدث ورا دقائق من الاصابه وتستمر الى 6 ويك اور اكثر. شنو الاعراض راح يجي بيها الشخص؟ باراليسيس اند كرايسيس تون اند هايبو فليكسيا. شلون راح اجي اعالجه؟ شلون الشخص عنده نيك انجري، عنده سباينال كورد انجري، اجي اصفن عليه، شلون راح اعالجه؟ اخلي له هذا الطوق اللي يثبت لي الرقبه، وين موجود؟ المهم هذا الطوق اللي يصير داير مداير الرقبه، ليش اخليه يثبت الرقبه؟ حتى يمنع حركه الرقبه ويقلل من خطر تدهور حاله المريض، لان اذا المريض عنده اصابه بالفقرات هو حركه يمكن راح تضرب لي اعصاب ولا اخره وراح تدهور حاله المريض، فاخلي له شنو؟ طوق الرقبه. بالاضافه شنو؟ اجي اسوي استقامه للسباينال كورد، اذا نتيجه الحادث السباينال كورد العمود الفقري انعوج، فبالتالي انا اعرف العمود الفقري الله سبحانه وتعالى خلقه حتى شنو؟ يحمي لي الاعضاء اللي موجوده بداخله. شنو موجود بداخله؟ الحبل الشوكي، صح لو لا؟ قد يكون هذا السباينال كورد نتيجه الحادث شنو صار انه مال، انا شو اسوي له؟ اسوي له استقامه عن طريق شنو؟ ادوات تثبيت خارجيه او ادوات تثبيت داخليه، تمام؟ استخدم الهالو تشيكت، هذا الهالو تشيكت، هذا هالو تشيكت، هذا عباره عن هالو تشيكت يستخدم حتى اثبت العمود الفقري، اوكي؟ إذا واحد عنده كسر بالفقرات العنقية أخلي له هالو تشيك، أوكي؟ حتى أسوي له استقامة وأمنع تتحرك، إنه تتحرك الفقرات على اليمين، على هذه، على هذه، عدل، أوكي؟ ما عاد يقول لي هنا هاي حشيتها. بعض الحالات يكون بالحالات الخطرية خطيرة شيء يتطلب جراحة لمنع حركة إيش؟ حركة الفقرات المصابة. تضغط لي على اليمين باع قلبي، بس اريدكم تتخيلوا هذا مجرد والله كلام سرد، انا اعرف العمود الفقري بداخله الحبل الشوكي، اوكي؟ بداخله شنو؟ بداخله الحبل الشوكي، هذا العمود الفقري اذا صار به كسر او اصابه، مثلا صار كسر باحد الفقرات، اوكي؟ قد تضغط على اليمين على الحبل الشوكي، اوكي؟ فشي يحتاج اني بعض الاحيان قد يتطلب اتدخل جراحيا حتى اثبت العمود الفقري وما اخلي الفقره المصابه شنو تضرب لي ايش؟ تضرب لي العصب الشوكي، الاعصاب، اوكي؟ اوكي. كيكومبريشن اخفف الضغط على الاعصاب، شو راح اخفف الضغط على الاعصاب؟ يقول هنا عندي بعض الاحيان نتيجه تروما صارت لي بسباينال، هذا بالسباينال كورد، شو راح تسبب لي؟ تسبب لي كتله او انتفاخ، هذه الكتله او الانتفاخ ايش يضغط لي؟ يضغط على الحبل الشوكي، لحد الان انا ما اريد شيء يضغط على الحبل الشوكي، انا اعرف ان رحمه الله سبحانه وتعالى خلق لي الكرانيال بون عظام الجمجمه خلقها حتى تحمي لي البرين، خلق لي العمود الفقري حتى يحمي لي الحبل الشوكي اللي يحتوي لي على الاعصاب، اوكي؟ اذا انضربت الاعصاب قد اني استمر بشلل دائم طول عمري اسم الله علي، صح لو لا؟ اوكي، فاني شنو ازيل الضغط، يا ضغط اللي يقصد به، يقول هنا عندي هذا الضغط نتيجه شنو؟ نتيجه انه انا صارت عندي تروما بالسباينال تروما، تمام؟ السبب لي كتله او انتفاخ، هاي الكتله او الانتفاخ على من يضغط على الحبل الشوكي، فيضطر الشخص شنو؟ ادخله جراحيا حتى شنو؟ اخفف الضغط، ازيل الكتله او الانتفاخ اللي يضغط على الحبل الشوكي، اوكي؟ ازيل الضغط، تمام؟ امنع الكورتيكوستيرويد، يقول قبل كانوا يستخدمون الكورتيكوستيرويد لشخص عنده اصابه بالسباينال كورد، لكن لاحظوا انه ما بها اي فعاليه، انه ما بها اي فعاليه، الشخص اللي اصاب بالسباينال ما سوت لي اي نتيجه، فمنعوا استخدام الكورتيكوستيرويد. لحد الان انه هذا الشخص المانجمنت اللي عنده اصابه بالنيك اند السباينال كورد راح اجي اسوي؟ اخلي له طوق الرقبه، ليش؟ حتى اثبت فقرات العمود الفقري، خاف عنده اصابه حتى ما تتحرك وتضرر لي الحبل الشوكي، اوكي؟ نسوي استقامة إما للعمود الفقري عن طريق أدوات تثبت لي خارجيا مثل الهالو تشيكت، الهالو تشيكت، هالو تشيكت راح نتكلم عليها. أنت أسوي له ستيبلايزيشن، قد يتطلب الحالة كلش خطيرة وأكو فقرات مصابة تضغط على الحبل الشوكي، يتطلب إنه أتدخل جراحيا وأثبت هاي الفقرات أو أزيل الضغط همتين جراحيا. ما يستخدمون الكورتيكوستيرويد، لاحظوا ما بفعالي. هذا الهالو برايس ما أدري شنو اسمه، هذا باعوا، هذا ما يخلي يتحرك ايش؟ السيرفايكل، اذا واحد عنده يعني كسر ايش؟ بالفقرات الموجوده بالرقبه، اوكي؟ هاي الكسر عنده بالفقرات الموجوده بالرقبه، فاني ما اريده يتحرك، لان بس يتحرك هاي الفقرات راح تضغط على من؟ على الحبل الشوكي، راح تضغط على اعصاب، اوكي؟ فايش راح اخلي له؟ اخلي له هيلو برايس، هو عباره عن جهاز راح يمنع تحرك الفقرات، يحرك الرقبه. ها هي، بالتوفيق ان شاء الله.